لماذا أنت مقبض هكذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي لم يحدث؟ هل تعجبك حياة الفقر التي نعيشها؟ لا شيء ينقصنا يا سرمد. ينقصنا الترف الذي كنا ننعم به. الأيام تدور ولا بد أن تعود الحال على ما كانت عليه. ومن سيعيد لنا تلك الحال؟ عمك ابن آوى؟ عمي يفعل ما بوسعه. عمك لا يفعل شيئا يا تيرا، ولا يريدنا أن نفعل. لا أظن أن المساحيق الرومانية قادرة على تغيير شيء في وجهك الجذاب هذا. سرمد! ابن آوى، عمك ابن آوى هو السبب. لقد أصبح أرجو خبيثاً مذ أصبح رسول الإمبراطور إلينا. لقد تتلمذ على يدي أفتيموس. المهم أنه رحل متعاطفاً معنا. والأهم أن نلتزم بما وعدناه به. بأن يعود ابن آوى إلى حظيرتنا؟ إن أصريت على تسميتها حظيرة يا سيدرو. أية علاقة تربطك بابن آوى لتحمل لواءه وتقاتل عنه؟ العلاقة الوحيدة هي مصلحة روما يا سيدي. فابن آوى أفادنا أكثر مما أفدناه. أفادنا، لكنه لن يفيدنا في المستقبل، فقد فرغ ما عنده. قد عاد صقر يا سيدي. صقر؟ هل عاد وحده؟ معهم بعض الفرسان، بينهم امرأة عربية. أهي زوجة صقر؟ لا، ربما هي زوجة أحد الذين معه. أين هم؟ في قبضة جنودنا كما أمرت، وهم يحملون لك هدية. الأيهم أسيراً ومكبلاً بالأغلال. الأيهم شقيق الأبجر؟ هو نفسه يا سيدي. إذن فقد ضرب قبيلة العيسوي كما وعدني. أظنه فعل يا سيدي. دعهم يدخلون علينا.
أهذا هو الأيهم؟ بشحمه ولحمه أيها الحاكم. سيغادره الشحم واللحم قريبا. تفضلوا بالجلوس أيها السادة. ألم تقل لي إنك قتلت الأيهم من قبل؟ فكيف أمسكت به حياً مرة أخرى؟ عذراً أيها الحاكم، أنا أعترف بأني خشيت إغضابك في زيارة السابقة، فادعيت بأني تمكنت من قبيلتهم، ولكن هذه المرة فعلت لأن الوقت والفرصة سمحا لي بذلك. على أي حال أيها الحاكم، كانت كذبة بيضاء ليس إلا كي لا أبدو أمامك فاشلا من المرة الأولى. قل لي، هل سررت من الخادم الذي أهديته لك؟ مازن بقي في دياري يومين ثم بحثنا عنه فلم نجد. هرب؟ أجل، مع أني لم أعامله كخادم لي وهو هديتك. إن عاد إليك فاقتله على الفور. لماذا؟ لأنه إن عاد فسيعود ليقتلك. أنا أيضا أعترف لك بأني حاولت قتلك بمازن عندما علمت بأنك لم تضرب قبيلة العيسوي، وادعيت أمامي العكس. إذن نحن الآن متعادلان. لا أيها الحاكم، لم نكن يوما متعادلين، أنت المتفوق دائما. أخيرا اعترفت بذلك. العين لا تقاوم المخرز، أليس كذلك أيها الحاكم؟ كأني أرى وجوها لم أرها من قبل. هذا ما كنت أريد أن أقوله. هذا صحيح أيها الحاكم، لأن زيارة مدينتكم هي رغبة جميع أفراد قبيلتنا، لهذا اخترت من بينهم من لم يرها سابقا كي تتحقق العدالة. إلا ضرغام فأنت تصحبه معك دائما. أنت تعرف أنه ساعدي الأيمن. لا غنى لي عن رؤية مدينتكم الجميلة أيها الحاكم. أن تكون تلك المرأة يا صقر؟ رباب أخت سليمان بن شهاب أصرت على المجيء بعد أن حكت لها زوجتي عن روعة مدينتكم. جوفاني، ليرسل لنا القائد أوكتافيوس. لماذا أنت نافذ الصبر دائما يا سرمد؟ لأن صبرنا طال يا سيد القوم، نريد أن نعرف على أي أرض نقف. على أرض ثابتة بالطبع، لكأني أراها تميد تحت أقدامنا، نحن كالمعلقين بين السماء والأرض. إن بقينا كذلك ضاعت هيبتنا في الصحراء وذرتنا الرياح في أي لحظة. هكذا ترانا يا سرمد؟ هكذا ترانا الصحراء يا صلال. فماذا تقترح علينا أن نفعل كي لا تذرون الرياح؟ لكي نعود صخرة جذورها تمتد في الأرض، يجب أن نعود للغزو والإغارة يا سيد القوم. لكي نثير نقمة الروم علينا، أنت تعلم أننا لا نغزو إلا بأمرهم، وقد تخلوا عنا كما تعلم. تخلوا عنك لا عنا يا سيد القوم. ماذا تعني؟ أعني أن حاكم الروم غاضب منك أنت يا سيد القوم، حاكم الروم وحده لا مجلس شيوخه. أرى يا سيد القوم أن تقوم بزيارة الحاكم من جديد لتمتص غضبه، فتعود المياه إلى مجاريها بيننا وبينه. بعد أن أهانني أمام حاشيته؟ لا، لن أفعل. إذن دعني أفعل أنا يا سيد القوم. ماذا؟ لا داعي لأن تريق ماء وجهك أمام الحاكم، أنت تبقى سيد العشيرة، أنا سأقوم بذلك، وأنا قادر على امتصاص غضبه وتغيير سياسته تجاهنا.
سأذهب ومعي بعض من تختارهم بنفسك، نشكل وفدا ونحاوره. كأنك تريد أن تأخذ مكان سيد القوم. لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانك يا سيد القوم، لكن قبيلتنا تئن تحت وطأة العطالة. ما زلنا نملك الكثير لتهدد العطالة وجودنا، ولن أمد يدي لحاكم الروم. ومهما كانت الوسيلة في ذلك، ضع هذا في رأسك وفي رؤوس من يرتؤون رأيك. كما تشاء يا سيد القوم، إنها عشيرتك وأنا مجرد فرد فيها. كانت رغبتي أن أساعد على بناء قبيلتنا من جديد، لكنك تبقى المتبصر بأمورها أكثر منا جميعا. أعتذر مرة أخرى يا سيد القوم. يبدو لي أنه قوي كثور. ثور؟ قل إنه في قوة 10 ثيران مجتمعين أيها الحاكم. لكنه الآن أضعف من حشرة على الأرض. إذن هذا هو الأيهم الذي قتل جنودنا عندما حلوا ضيوفاً عليهم. جنودك لم يكونوا ضيوفاً، كانوا أوباشاً أهانوا كرم ضيافتنا. إنه يكذب يا سيدي، لقد هاجمونا بمجرد أن رأونا. اركع أمامي أيها الأيام. لم أركع يوماً لأحد لأركع لك. اركع، أنت أسير الحاكم والحاكم يأمرك ويجب أن تركع. لا أؤمر من عدو ولا من وغد خائن مثلك. اركع. أخفض رأسك إلى الأرض. لقد اعتدت أن يكون رأسي مرفوعا أيها الحاكم، إن لم يعجبك هذا الرأس فأطح به الساعة. تعجبني صلابتك أيها الأيهم، ولكني سأعجب برأسك أكثر وهو يتدحرج أمامي. عليك به أيها الحاكم. أيها الحاكم، أرجو أن تصرف رجالي، فثمة ما أود قوله لك بعيدا عنهم. حسن، هل تسمحون لي بالانفراد بقائدكم صقر؟ فليستريحوا في قاعة الورود يا جيوفاني. تفضلوا يا سالم.
كانوا آمنا. حمضرة، أتريد أن تفضح أمرنا؟ ألم ترى كيف وضع الرمح على رقبته؟ حتى لو رأيت رأسه يقطع يا حنظلة، أفهمت؟ كفى شجارا. أخشى أن الحاكم لن يبقي على حياة الأيام. أرجو أن تعجل في قتله أيها الحاكم، فقد يثير تعاطف من معي عليه. وهل رجالك متعاطفون معه؟ لم لا أيها الحاكم؟ إنه عربي مثلهم، والبعض يعتبره ندا قويا لي. هو ند حقيقي لك؟ لا أيها الحاكم، فقد غلبته مرتين وأستطيع أن أصرعه في الثالثة. أتحب أن تقتله يا صقر؟ إن كان ذلك يرضيك أرديته قتيلا أمام عينيك أيها الحاكم. أجل، يرضيني أن تقتله هنا ليسبح في دمه على بلاط قصري. بسيفي أم بسيفك أيها الحاكم؟ بل بسيف روماني، فأنا مثل الحاكم، لا أحب المتعجرفين. أفضل أن أقتل بيد رومي لا بيد عربي مثله. أم أنك لست عربيا يا صقر؟ بالعكس أيها الأيهم، أنا عربي وعربي متحضر. إذا أغمد حضارتك في صدري، فهي لا تمت للعروبة بصلة. ألن تبوح لي بما في صدرك قبل أن تودع الدنيا؟ أنت تعرف أن ما في صدري على لساني يا صقر. لا أيها الأيهم، لا، بل هناك ما هو مخبأ في صدرك، وهو يساوي ثروة لا تقدر بثمن. اقتلني يا صقر، اقتلني قبل أن أتقيأ من أنفاسك التي تلفح وجهي. هناك فرق بين أن أقتلك بضربة واحدة وبين أن أقتلك بـ30. لا فرق عندي يا خادم الروم. يجب أن يكون هناك فرق يا رجل، فلقدرة المرء على التحمل حدود. بح لي بسرك فأكفيك بضربة واحدة. أما زلت تحب أخاك وتدافع عنه؟ إنه أخي أيها الحثالة، لكنه فضل أن ينجو بجلده على أن يمد لك يد العون. فضل أن يحمل الكنز ويهرب به لينعم به وحده. أنت تنفخ في الهواء يا صقر، أنا لا أبيع دم أخي لنذل وضيع مثلك. اسمعني أيها الأيام، إن بحت لي بمكان أخيك قد يبقي الحاكم على حياتك، صدقني. قلت لك لا أعرف أين يختبئ، وحتى لو عرفت فأفضل الموت على البوح. إذا لا فائدة. كنت صعلوكا وستبقى صعلوكا. تذكر جيدا أيها الأيهم، تذكر وأنت في قبرك أنني حاولت أن أنقذ حياتك. بإذنك أيها الحاكم. يا انتظر يا صقر.
بإذنك أيها الحاكم. هل الكنز الذي فر به الأبجر لا يقدر بثمن فعلا؟ أنا لم أرى، دائما كنت أسمع أن قبيلة العيسوي لديها كنز، والكنز موجود طوال الوقت في خيمة الأيهم لأنه الأقدر على حمايته. عندما هاجمتم قبيلة العيسوي كنتم تعلمون أن الكنز فيها، فكيف تركتم الأبجر يفر به يا صقر؟ عندما داهمناهم واشتبكنا معهم توجه بعض مقاتلين إلى خيمة الأبجر لقتله والحصول على الكنز، لكنهم لم يجدوه ولم يجدوا الكنز. يبدو أن الأبجر أيها الحاكم عندما بدأ الهجوم تسلل إلى خيمة أخيه، أخذ الكنز وخرج به دون أن يراه أحد منكم؟ عندما تكون المعركة دائرة أيها السيد فأنت لن تهتم إلا بمن يرفع السيف في وجهك، وقد قاومنا فرسانهم مقاومة شديدة أيها الحاكم، وخاصة الأيهم. والأيهم يعرف أين يختبئ الأبجر الآن. قد سمعتموه، وأنا أصدق بأنه لا يعرف مكان أخيه. وأنا لا أصدق يا صقر، الأخ لا يكتم سرا عن أخيه، خاصة شقيقان كالأيهم والأبجر. إن كانوا يتوقعون سرقة الكنز في يوم ما فلا بد أنهم كانوا يخططون أيضا أين يخبئونه، وهذا يعني أن الأيهم يعرف مكانه. أنا أرى أن ننسى الكنز أيها الحاكم ونقتل الأيهم وننتهي من الأمر. ننسى الكنز؟ حيث يوجد الأبجر يوجد الكنز، ونحن نريد الكنز يا صقر. أنا لم أفهم أيها الحاكم. لن نقتل الأيهم قبل أن يعترف بمكان أخيه. خذوه، أطعموه، واعتنوا بجراحه جيدا، ولكن أبقوا القيود عليه. هيا. فعلتها يا صقر. صدقني لا أحب أن يزداد عمرك لحظة واحدة أيها الوغد. وأنت أيضا صدقني، سأموت قبل أن يأخذوا مني ما يريدون أيها الخائن. أيها الخائن، اقتله أيها الحاكم، اقتله، فهو لن يعطيك ما تريد. دع أمره لي يا صقر، إن كنت تعبا اذهب لتسترح. أنا تعب وجائع بنفس الوقت. استرح أولاً جيوفاني. بإذنك أيها الحاكم. لم أسمعك تدلو بدلوك يا كايوس. أرجو أن نفلح في فك عقدة لسانه فقط لنتأكد أن ظن الإمبراطور في مكانه، وأن لدى العرب كنوز كثيرة. اطمئني يا صقر. اطمئن فهو بخير. ماذا هناك؟ كارثة لا ندري متى تقع. لن تقع يا كارثة. ماذا هناك؟ ألن يتكلم أحدكم؟ القائد أوكتافيوس. ما به؟ إنه القائد الذي أساء لقبيلة الأبجر فقتل جنوده وتمكن هو من الفرار. هل يعرف أنك شقيق الأبجر والأيهم؟ يقول حنظلة إنهما تشاحنا بالكلام وكادا أن يشتبكان قبل حدوث المعركة. وهذا يعني إن تبعنا أوكتافيوس بحنظلة
سيتعرف إلي. لن يتعرف إلي. إن كنت قد عرفته فيجب أن يعرفك. هل تعلم ماذا يحدث لو أنه تعرف إليك؟ لو أنه عرف أنك شقيق الأبجر ولا أيهم؟ سيفتضح أمرنا ونذبح كالنعاج. لما لم تقل أن هناك قائدا في المدينة يعرفه؟ وما أدراني أني سأراه في المدينة أو في القصر. ثم إن الواقعة قد مضى عليها وقت طويل، فإن كنت قد تذكرته فلأن الرومي وجهه لا ينسى. حتى لو تعرف إلي فسأنكر ذلك، فأنا من قبيلة السعور، من قبيلتك يا صقر. أعني أيها القائد، أعني يا صقر، لقد اتفقنا جميعا أن نناديك يا صقر. أنا أرى أنه لا داعي لكل هذا القلق يا صقر. لو كان سيتعرف إلي لكان حدث ذلك من الوهلة الأولى، فقد رأيناه ورأنا جميعا. اسمع، حاول أن تتحاشاه أن رأيته. هل فهمت؟ فإن حدث وشك بأمرك فحاول أن تسخر منه بثقة، فأنت من قبيلة السقور كما قلت، مثلنا جميعا. هل سيعذبون الأيهم ليعرفوا مكان الكنز؟ لا، ليس الآن. الآن سيكون الحاكم معه ودودا، لأنه أدرك صلابته وعناده. أرجو ألا يبدأ بتعذيبه قبل أن نتمكن من فتح البوابة لمقاتلينا. أخوك قبل المهمة وهو يعلم أنه سيخضع لتعذيبهم، فلا تبدأ الشكوى منذ الآن. ولماذا تحدثني بهذه اللهجة؟ لأنك كدت تكشفنا أمامهم من كثرة ما أشفقت على أخيك. هذا ليس صحيحا. بل صحيح يا حنظلة. ترغام على حق يا حنظلة، لقد اضطربت مرتين، واحدة من القائد أوكتافيوس والأخرى على أخيك، وأنا أرى أن تتماسك أكثر من الآن فصاعدا، كي لا أندم على أني قبلت بك بين الثمانية. أعدك ألا أضطرب حتى لو قال لي أوكتافيوس أنت شقيق الأبجر، حتى لو رأيت السيف على نحر الأيام. لقد طال الانتظار يا حريم. ما بك يا سيف؟ أهوى نفاض الصبر من جديد؟ إنه الشوق الشديد يا حريم. عرفنا نفاض الصبر، حدثني عن الشوق الشديد. إنه الشوق لطفلي. قلق الحرب وحنين الأب، يا لك من تعس. إني أب أيها الأعزب. الأعزب، كم أكره هذه الكلمة. لهذا خطبت فاطمة؟ فاطمة، إياك أن يهيج بك الحنين يا حريب. لقد هاج وأشعلني. إذن فأنت تحترق. دعنا نتفقد الرجال. هل من الممكن أن ينقلب رجل من قائد المخلص إلى نذل يستشدي عدوه؟ لم أفهم. أن يهم بقتل الأيهم أمر محير يا أكسانتوس. أنا أيضا لم أصدق نفسي وهو يهوي بالسيف علي. ولم يهوي عليه، هو أشعرنا بذلك. ماذا تقول يا كايوس؟ ماذا تعني وقد صددته بنفسي؟ ما زلت أفكر يا أكسانتوس. ربما خسارة عربي لا تعني له شيئا على الإطلاق. إن دخلت الريبة إلى رأسي جعلته يعمل، ورأسي يعمل بسرعة يا إكسانتوس، يعمل كي لا يحل صقر محل ابن أهوى. هل تعلم أيها الأيهم أنك تبدو كالرومان؟
لأنكم أجبرتموني على ارتداء ثوب من أثوابكم. لا لا، أعني أن شكلك أقرب إلى الرومان منه إلى العرب. الشكل لا يهم أيها الحاكم، المهم هو الجوهر. نعم نعم نعم، الجوهر. هل أنت سعيد بإقامتك هنا؟ أنا أنتظر ما يسفر عنه كرمكم الزائف. ليس زائفاً أيها الأيام، هو كرم بلا حدود ولمن يستحقه. أنا لا أستحقه. ربما لأنك لا تعرف قيمة نفسك. هل تظنون أن هذا الود المصطنع ينفع معي؟ كرم زائف وود مصطنع. لماذا تسيء الظن بنا إلى هذا الحد؟ ومتى كان يجتمع الذئب والحمل على مائدة طعام أيها الحاكم؟ من منا الذئب ومن منا الحمل أيها الأيام؟ قل لي أنت. نحن لسنا ذئابا. وأنا لست حملا. كان علي أن أفعل ذلك كي تقارن بين الألم وعدم الإحساس به، فاختر ما يناسبك. أعرف أن ابن آوى لا يطمئن إلي، ولست بحاجة لمن يذكرني بذلك، رغم أني زوج ابنة أخيه وساتر عرضه. عندما تشكك بسداد رأيه أمام القوم ولا تعامله كسيد قبيلة، فهل تريده أن يصفق لك فقط لأنك زوج ابنة أخيه؟ أجل أجل يا سرمد، كنت قاسيا معه على غير عادتك. لأن الكيل بي فاض يا فرناس، لكنه عاد في نهاية النقاش وسلم أن الأمر أمره وأنه السيد المطلق، ثم ختم حديثه له بالاعتذار أيضا. أتظن أن اعتذاري وتملقي ينطلياني على ابن آوى؟ ربما كان عجوزا، هذا صحيح، ولكنه أخبث من إبليس. لا أظنه الآن أخبث من إبليس يا سرمد. ماذا قال عني بعد خروجي؟ اكتفى بالصمت، لكنه صمت ناطق، وكأني سمعت ما قال في سره. من منكم يود مرافقتي إلى محمية الروم؟ أنا أنتظر. أنت لا تعني ما تقول؟ يجب أن أقابل حاكم الروم. شاء ابن آوى أم أبى؟ الشك يا إكسانتوس، الشك يجعلني أهتز كأرض أصابها الزلزال. أجل يا إكسانتوس، أنا أخشى من شرخ في عقلي وروحي وجسدي. أتدري يا إكسانتوس، هناك شيء ما في وجه صقر ورجاله
حتى في وجه الفتاة التي معهم شيء ما مختلف، شيء ما يختبئ خلف نظراتهم. إنهم ليسوا كما يبدون. تعرف يا إكسانتوس، حكاية كنز الحارث هي التي أثارت ريبتي. ربما ابتدعها صقر ليمنع الحاكم من قتل الأيهم. أليس الأمر واضحا يا إكسانتوس؟ ملاحظتك في غير مكانها، وإلا فهل تخفى علينا جميعا؟ لأني أكثر اهتماما بهم منكم، لأنهم البدلاء عن آل ابن آوى، وأنا لا أريدهم أن يكونوا كذلك. لهذا أوليتهم عنايتي الخاصة. تدري يا إكسانتوس، ربما يكون الأيهم أضحية يقدمونها لغايات أخرى، الغدر بنا مثلا. وكيف يغدر بنا 7 من الفرسان فقط؟ أجل، هذا سؤال لم أجد له جوابا. فسبعة فرسان وامرأة، كيف يستطيعون أن يقاوموا جيشا كجيشنا إلا إذا كانوا ينتظرون المدد؟ وماذا يفيدهم المدد ومحميتنا مغلقة في وجوههم؟ إلا إذا كانوا يفكرون كما فكر اليونانيون عندما احتلوا طروادا، عندما استعانوا بحصان خشبي مليئا بالفرسان يا إكسانتوس. وهؤلاء يدخلون علينا بدون حصان. تعني أنهم سيفتحون البوابة من الداخل أثناء وجودهم في المحمية. أجل يا إكسانتوس، لهذا وقفوا البارحة يتأملون البوابة وما حولها. أرجو ألا يكون ما تفكر به صحيحا. بل صلي يا إكسانتوس، صلي كي يكون هذا صحيحا. وماذا تقترح علينا أن نفعل؟ 3 أمور دفعة واحدة. الأول أن يبقى الأمر سرا بيني وبينك فقط يا إكسانتوس، والثاني سأزيد عدد الحراس على البوابة 4 أضعاف ما هم عليه، والثالث سأرسل جيشا كي يتقصى الأحوال خارج المحمية. هذا كل شيء. هل تصدق أنني أشعر بالخوف؟ أعني إن كان العرب قد وصلوا إلى درجة يتجرؤون فيها على اقتحام محميتنا. إنه صقر، صقر يا إكسانتوس. صدقني، إن أوكتافيوس يحوم حولك يا حنظلة. إنه يحوم كما تحوم الفراشة حول النار، وأتمنى أن يقترب أكثر. هل ستقتله يا حنظلة؟ ليس بالسيف وحده يقتل المرء العبادة. أنتم تأخذون الأمر هزرا؟ أوكتافيوس فعلا يشك بحنظلة. ريثما يتحول شكه إلى يقين، نكون قد فتحنا البوابة. أنا آسف لأني لا أبيت معكم، فالحاكم أصر على أن يكون لي جناح الخاص. أنت تستحق القصر كله، لا مجرد الجناح فيه. أتعلم يا صقر، نستطيع الليلة فتح البوابة. أعني كان علينا أن نقدم موعد فتح البوابة. 4 أيام فترة طويلة ستجعل من مقاتلينا نافذي الصبر. لا تعتمد كثيرا على إحساسك بالأمان يا ضرغام. يوم واحد لا يكفي لكي نلقي النظرة الفاحصة على البوابة وما حولها. قد تكون هناك متغيرات في أسلوب الحراسة بين يوم وآخر، لكن 3 أيام تكشف لنا الوضع من كل جوانبه. عندها فقط يكون الأمان. هذا هو الفرق بينك وبين سليمان يا ضرغام. ماذا تعني يا صقر؟ يعني أنك متسرع ولا تستخدم عقلك كما يجب يا ضرغام. احذر يا حنظلة. أسعدتم صباحاً أيها السادة.
وسعدتني صباحا يا عباده. انت ايضا لك جناحك الخاص. انا فتاه يا عباده، ويجب ان يكون لي جناحي الخاص. اتساءل كيف ستحصلين على سيف عندما تبدا المعركه. لا اسهل من انتزاعه من يد روماني. رباب، اتعرفين ارغب ان اراك تقاتلين، فانا لم ارى فتاه تقاتل كما يقاتل الفرسان. أتحب أن تختبرني يا ضرغام؟ هل تعنين ما تقولين يا رباب؟ أجل، فأنا أيضاً طواقة لمعرفة كيف تقاتل. أنا أيضاً أريد أن أختبرك. لأنكشف أمرك، دعك منه، أنا سأختبره. على رسلك يا رجل، أنا أداعبك. حنظلة، ألا يعنيكم حجم الخطر الذي قد تتعرضون له؟ يعنينا بالطبع يا صقر، غير أننا جندنا له، وهذا يعني أن نحتفظ بأعصابنا باردة كما أمرت، وكما يفعل الأيهم الآن وهو يواجه الموت. أحس أن نقاب قوسين أو أدنى من النصر. إن فعلنا ذلك يا سرمد شطرنا القبيلة نصفين، وأنت تعرف أن أنصاره كثر أيضاً، وحتى معارضوه لم يعتادوا التصرف دون الرجوع إليه. حتى وإن كان ابن آوى طابعاً داخل كبريائه الأجوف، أرى أن نجد طريقة أخرى لإقناعه بأن يفعل بنفسه. ثم هل أنت واثق بأن الحاكم سيصغي إليك وهو لا يعرفك؟ سأجعله يصغي إلي. أرى أن نتريث قليلاً. سرمد، لن تعجبكم الأخبار التي ستسمعونها. أية أخبار؟ صقر في مدينة الروم، والحاكم يحتفل به وبأصحابه. ماذا تقول؟ لماذا ليست معه؟ هل أعجبتك العربية يا سيدرو؟ ولما لا تعجبني وهي بارعة الحسن. إنها عربية ولكنها تبقى امرأة. هل باح الأيهم بمكان أخيه الحاكم؟ ما زال الوقت مبكرا على بوح رجل مثله. أعترف أن صلابته قد أثارت دهشتي، لكنه تلقى الدرس الأول في عدم جدوى العناد معنا. كيف؟ تركنا جرحا في فخذه تتدفق منه الدماء، وهو الآن يعيد حساباته بين الألم وعدمه. رجل مثل الأيهم يحتاج وقتاً ليعيد حساباته أيها الحاكم، أنا أعرفه جيداً. ليس لدينا الوقت كله يا صقر، الليلة نعيد الكرة، فإن لم يلفظ ما في جوفه. دعنا من الأيهم وكنز الأبجر، نحن حتى الآن لم نتحدث في خطوتنا القادمة. عثراً أيها الحاكم، أنا رهن إشارتك، ولكنك ترى أن المكان غير مناسب للخوض في الحديث عن خطوتنا القادمة، أليس كذلك؟ أعرف ذلك، لهذا قررت أن يكون اجتماعنا الأول مساء اليوم، وسيكون معنا أعضاء المجلس لنتحدث في كل الأمور. كما تشاء أيها الحاكم.
الرومان الذين جهدنا في خدمتهم سنين طويلة يختارون صقرا يا سيد القوم، يختارون صقرا عدونا وعدوهم علينا، صقر الذي أوجعنا وأوجعهم بضرباته، صقر الآن أصبح حليفهم. ما هو الحل؟ هل تريدنا أن نسكت يا سيد القوم؟ هل تريدنا أن نقبل بذلك؟ هل تريد أن تحمل على جيش الروم يا سرمد؟ أم تريدني أن أذهب إلى الحاكم لأتوسل إليه ألا يتحالف مع صقر؟ لا هذا ولا ذاك يا سيد القوم.